شوبينج صار أهين على ام تي في ضمن برنامجنا شوبينج باي بست سيلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكم على اصناف متنوعه ومميزه، وهيك بصير فيكم تعملوا شوبينج بطريقه كتير سهله وواضحه وباسعار كتير مقبوله. انتم مرتاحين ما لكم الا تختاروا وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01 44 55 55، وبيوصل الغرض لعندكم من دون اي كلفه توصيل اضافيه. كتير منتعذب تنعمل براشينج، مع ستايلر برو صارت شغلة كتير هينة. ستايلر برو مزودة بفرشاية وسيلاندر بيبرم ليسهل علينا عملية التمليس. في 3 درجات حرارة منحطها حسب الحرارة يلي منرتاح فيها وحسب سماكة شعرنا أكيد. بوقت قصير منقدر نعمل براشينج، وأهم شيء إنه فينا نعمله لحالنا من دون أي مساعدة. ما بقى في زوم نتنقل ونروح على صالونات التجميل، وبيجي مع ستايلر برو مشط وساك لنضبه وناخده معنا محل ما بدنا. ستايلر برو فيكن تحصلوا عليه ب 48 دولار بس، ما لكم إلا تتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55، وبيوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. تنشير الغسيل مشكلة، أغلب الأوقات ما منغسل لأنه ما في محل تنشر، أوقات منضطر نحط منشرين وثلاثة على البلكون وبياخدوا كل المحل. مع هالمنشر بتنحل المشكلة كلها، لأنه منشر بثلاث طوابق 3 لايرز الأصلي، فينا ننشر عليه شو ما بدنا من أشياء كبيرة أو صغيرة. هالمنشر مزود بدواليب تنزيحه ونحطه محل ما بدنا. بمساحة كتير صغيرة صار فينا ننشر تياب كتير، وصار فينا نغسل كمية التياب يلي بدنا إياها بلا ما نعطل أي هم. هالمنشر الثلاث طوابق فيكن تحصلوا عليه ب60 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. ما إلكن إلا تتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55. شو أورجانايزر هالشبه الخزانة يلي بتنظم وبترتب الشوز. شو أورجانايزر مصنوعة من الكرتون السميك والمقوى، يعني ما بتنخزق وبنفس الوقت منها تقيلة بالحمل. شو أورجانايزر بتساع 12 جوز أحذية مقسمة مثل ما شايفين لكازيات مرتبة، وإلى غطا شفاف فينا نشوف من خلاله، وهيك بتسهل علينا إنه نختار الشوز يلي بدنا. قياسها مناسب كتير 55 ب60 سنتيمتر وارتفاعها 11 سنتيمتر، يعني فينا نحطها تحت التخت أو بأرض الخزانة، وفينا حتى نوقفها ونتركها ظاهرة برات الخزانة لأنه حجمها براكتيكال ومرتب، ولأنه حجمها مثل ما قلت براكتيكال فيكن تحطوا 2 أو 3 شو أورجانايزر حد بعضهم. ب26 دولار بتحصلوا عليها، والعرض هلا كل ما تشتروا 2 شو أورجانايزر بتحصلوا على الثالثة مجانا. تصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55، وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان بلا كلفة إضافية. صار فيكن تحضروا الايس كريم على الطعمه يلي عبالكن اياها بطريقه كتير بسيطه وسريعه مع ايس كريم ميكر يلي سعره بس 68 دولار. هي مكنه لصنع البوظه بالبيت بطريقه سهله، والاهم انه كتير هيلثي، لانه فيكن تعملوا بس من فواكه بلا ما تزيدوا عليها حليب او سكر وتصير اتسم. لا تستعملوها بدكن تفتحوا الغطا من فوق تنزلوا الفواكه يلي بدكن، وهون بدي الفت نظركن انه فيكن تحطوا نفس النوع او تشكلون ورا بعض حسب كيف بدكن تقدمون، وهيك بينزل عنا اطيب بوظه للتقديم بوقت كتير سريع. أكيد الفواكه كلها بدها تكون فروزن أو مفرزة، حتى إذا عبالكن تدسموها أكتر فيكن تكسروا مع الفواكه بسكويه أو تحطوا حبوب شوكولا أو يلي بدكن إياه. تصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55، واحصلوا على آيس كريم ميكر ب 68 دولار فري دليفري وين ما كنتوا بلبنان. من نحنا وصغار ما فينا نشوف غزل البنات وما نطلب من أهلنا يجيبولنا منه. هلأ صار في كوتون كاندي ميكر ماشين سعره 40 دولار وبتخلينا نعمل كوتون كاندي ببيتنا بطريقة مهضومة نحنا وجامعين الأولاد حولنا وعم نلعبون. حتى بالبيرثدايز الأولاد فيهم يستعملوها لأنه طريقتها كتير سهلة وآمنة وأكيد بينبسطوا فيها كتير. بتكون بس تحطوا سكر مطرح الفراغ بالنص وتكبسوا زر الأون للدور، تمسكوا حيال لستيك بإيدكن وبصيروا تبرموها ليلف السكر عليها، وهيك بصير عنا أطيب كوتون كاندي. إذا بدكن يهون ملونين بزيدوا كولوران وبيطلع اللون يلي بدكن إياه. تصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55، وبتوصل لعندكن فري ديليفري وين ما كنتوا بلبنان ب 40 دولار بس. مشكلة الشعر الزايد مشكلة بيعاني منها الرجال والسيدات، بس محلولة مع هير ريموفر يلي بتشتغل على الخيط، وهيك بطريقة كتير سهلة بتخلصوا من الوبر أو من الشعر الزايد إن كان بالوجه الحواجب والجسم. ما بتسبب جروح ولا حساسية ولا حتى وجع على عكس آلة إزالة الشعر. هير ريموفر بتشتغل على الكهرباء ومزودة بتشارجر ومكوك خيط بضاين مدة طويلة كتير.
هالريموفر سهلة الاستعمال، مش بحاجة لتستعملوا الخيط بإيديكن، بسهولة بتوضعوا مكوك الخيط على هالريموفر وهي كفيلة بأنه تقوم بعملية إزالة الشعر بكل سرعة وسهولة. مع هالريموفر صار فيكن توفروا على حالكن وجع عملية إزالة الشعر وحتى جروح أو الحساسية يلي أغلبية مكانات أداة الشعر بتسببن. ومش بس هيك، رح توفروا مصاري لأنه بس ب $32 رح تتخلصوا من الشعر أو الوبر بطريقة سريعة أنتوا بالبيت ومن دون ما تزوروا صالات التجميل. تصلوا ببس سلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكن ب $32 بس فري ديليفري وما كنتوا بلبنان. إجمالاً مشكلة الوزن إلى حل، بس شي مرة فكرتوا بمشكلة الطول؟ مع سمارت تول رح يزيدوا طولكم بشكل كتير سهل ومريح. هالقطعة المصنوعة من مادة الرابر فيكن تحطوها بقلب الشوز وهي كفيلة بأنه زدلكن طولكن لحدود 5 سنتيمتر. سمارت تول ما بتسبب وجع وما إلا أي عوارض جانبية بفضل المواد المريحة المصنوعة منها قطعة الرابر يلي بتاخد شكل الإجر جوة الشوز، وهيك فيكن تتحركوا برياحة من دون ما تزحطوا أو تتضايقوا بالمشي. مع سمارت تول صار فيكن تستغنوا عن أحذية الكعب العالية يلي بتتعب وبتوجع الظهر، وهيك فيكن تلبسوا حيالا شوز مريح وتحصلوا على الطول يلي بدكن ياه من سنتيمتر لحدود 5 سنتيمتر. ما عليكن إلا تحطوا قطعة من سمارت تول جوات الشوز وهي كفيلة بأنه تزيدلكن طولكن بلا ما تسببلكن انزعاج. سمارت تول مصنوعة من مواد مريحة مثل ما قلتلكن، ما بتعرق الإجر يعني ما بتسبب انزعاج وجع أو حساسية وبتضاين لفترة طويلة. $20 فيكن تحصلوا على سمارت تول والعلبة بتتضمن 10 قطع وكل قطعة سنتيمتر واحد. تصلوا على بستلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكن بلا كلفة إضافية وما كنتوا بلبنان. هول كانوا الايتمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا ببستلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايما على MTV. Thank you.